أخبار اليوم. بمصر العظيم، أيها الشعب الأبي الكريم، اسمحوا لي في بداية هذا اللقاء أن أنا أتوجه إليكم جميعا بالتحية والتقدير والسلام. اللقاء النهاردة هو اللقاء الشهري الثالث، وأنا كما وعدتكم أن أنا هلتقي بكم شهريا، أتحدث معكم مباشرة وأتكلم معكم بكل الصدق وبكل الشفافية وبكل صراحة، عشان أرد على وأقدم كل الإنجازات أو الموضوعات اللي تم تنفيذها خلال الشهر، وكمان أرد على تساؤلات وصلتني. طبعا مش كل التساؤلات اللي هي بتبقى بتهم الرأي العام بالكامل، فاسمحوا لي ان احنا النهاردة يبقى ده لقائنا الثالث. خلال هذا الشهر احنا كان عندنا مناسبتين، عيد العمال وعيد تحرير سينا. عيد العمال مناسبة اتعملت عشان تعظم وتكرم الجهد اللي بيقوموا بيه العمال، عمال مصر، من أجل بلدهم. ومن غير مبالغة أنا قلت يمكن الكلام ده قبل كده، المصريين، العمال المصريين خلال فترة الخمسينات أو الستينات وحتى الآن يمكن قاموا بجهد كبير جدا ووفروا كل مطالب مصر في فترة كانت صعبة جدا، الفترة من 67 وحتى 73. كانت ظروف البلد قاسية، لكن عمال مصر قدموا كل ما يمكن تقديمه خلال هذه الفترة. فأنا مرة تانية بهنيهم وبقول لهم كل عام وانتم طيبين، وبقول لهم مزيد من العمل خلال هذه المرحلة، لأنها محتاجة ولا تقل عن المرحلة اللي احنا مرنا بيها قبل كده. بالمناسبة اسمحوا لي بالمناسبة ديت يعني ان انا اوجه التحية لطياري مصر للطيران وكل من يعمل في مصر للطيران. الحقيقة تجاوبكم كان سريع، وكان حاجة أكدت قد إيه المصريين مسؤولين وقد إيه المصريين بيحبوا بلده. فأنا متشكر مش باسمي، باسم مصر ليكم، بس عايز أقول لكم ده مش كفاية. مصر للطيران رغم كل ظروفنا اللي احنا موجودين فيها دي لازم تنجح ولازم تكسب، وده موضوع أنتم مسؤولين كلكم عنه وهتقدروا تعملوه. مهم قوي ان انتم تتاكدوا ان انا حريص معاكم وبيكم، ان انا مفيش حاجه عندي بخبيها عليكم. انا بقول كل اللي موجود من تحديات بمنتهى الوضوح وقلتها قبل كده، عشان تبقى ننطلق منها بالجهد وبالعزيمه عشان نتغلب عليها. انا بقول للتحديات ديت بفكر نفسي بيها وبفكركم وبفكر المصريين، عشان احنا اتفقنا قبل الترشح للرئاسة او تولي المهمة ديت، كنا قلنا ان في تحديات كبيرة لن نستطيع ان نتغلب عليها الا معا، وحنتغلب عليها. احنا في ثلاث موضوعات عايز اتحدث معاكم فيها، عايز اتكلم عن الفساد، وعايز اتكلم عن الارهاب، وعايز اتكلم عن الجهاز الإداري للدولة. الفساد زي ما قلت كده، ما احنا دي مشكلة كبيرة موجودة في بلادنا وبنتحرك فيها، وفي أجهزة رقابية شغالة بتعمل على مكافحة الفساد، لكن عشان نقدر نوصل للمعدلات اللي تخلينا زينا زي كل الدول اللي الطبيعية في العالم، ده هياخد وقت وهياخد إرادة من جانبنا عشان نحقق فيها النتيجه اللي احنا بنتمناها. مهم قوي ان احنا مش بادئين من الصفر، ومؤسسات الدوله مش بادئه من على الـ ما تحقق قبل كده. فكلامنا عن الفساد ومواجهته كاراده سياسيه وكاراده من الدوله، ايوه، كاجهزه رقابيه ايديها يعني ايديها تعمل بلا اي اكتر، التشجيع كله وعدم التدخل في عملها، كل الكلام ده احنا حريصين على ان احنا نوفره للاجهزه الرقابيه اللي بتشتغل في هذا الموضوع.
بنواجه الفساد على محورين. المحور الأول هو القضاء، الإجراء الأمني والإجراء القضائي، وده شغال، وزي ما بقول يد الأجهزة بالكامل تعمل بلا حدود في هذا الموضوع. المحور الثاني ان احنا كمان بنعدل التشريعات والقوانين اللي تسهل وتصوب اداء الاجهزه ومكافحه الفساد. لكن خليني اقول لكم على حاجه، كل ما يبقى عندنا قدره على ان احنا، وارجو ان الكلمه دي توصل بمعناها المطلوب، نحيد العامل البشري. يعني لما انا النهارده يكون عندي نظم معلومات جيدة جدا ونظم إلكترونية جيدة جدا في مختلف مؤسسات الدولة، هيبقى أنجزنا كتير في هذا الملف، لأن أنا خليت العامل البشري اللي بيتدخل تدخل مباشر ويستطيع أن يتكسب أو يتجاوز في هذا في أي عمل هو بيعمله. كل ما أنا هأنجح وأتقدم في هذه المنظومة هحيد العامل البشري، نسب الفساد عندنا هتقل وتوصل للمعدلات اللي احنا بنتمناها. احنا حتى الان في خلال شهر او من اول ما بدانا تقريبا 10 شهور وشويه، احنا عندنا 344 قضيه رشوه او اختلاس او تربح، وتم استرداد ما يقرب من 3.5 مليار جنيه. دي كانت قيمه اراضي تم استعادتها من مغتصبين ليها. الأراضي دي كانت تصل ل 135 ألف متر مربع، ولسه في أراضي تانية احنا شغالين عليها عشان نستعيدها. أنا بقول في إيه، في جزئية واحدة فقط اللي هي خاصة بالأراضي. الإرهاب، كل أجهزة الدولة بتشتغل لمكافحة الإرهاب عشان هو منغص علينا كلنا المصريين عيشتنا، والاستقرار والأمن ضروري جدا جدا للتنمية والتقدم، بدءا من سيناء وحتى الحدود، حدودنا الغربية والجنوبية وداخل الدولة. احنا حتى الآن خلال شهر واحد فقط تم القبض على 600 عنصر إرهابي. طبعا أنا عايز أقول القبض بقرار من النيابة العامة، بيصدر قرار من النيابة العامة للضبط والقبض، يعني المواضيع بتشتغل أو بتتحرك في المكافحة في إطار من القانون، في إطار من القانون، وإحنا حريصنا على ده رغم إن يمكن تكون في بعض المطالبات بتقول إن إحنا يعني نكون أكثر عنفا وأكثر قسوة في هذا الإطار. احنا كمان لما بقول الأرقام ديت بأكد بيها حجم الجهد وحجم التحدي. احنا 62 متهم فقط كان معاهم متفجرات وعبوات ناسفة جاهزة لاستخدامها ضد مصر والمصريين. 62 متهم بعبوات ناسفة. العبوات الناسفة اللي تم تأمينها أو تفكيكها 122 عبوة. أنا بتكلم على أن ده حصل خلال شهر واحد، ال 62 متهم وال 122 عبوة ده خلال شهر واحد. مهم أوي أن أنتوا تعرفوا أن مش أقل من 6 أو 7 حالات تم انفجار العبوة في القائمين على تجهيزها. يمكن المتحدث العسكري للقوات المسلحة كان أعلن عن عدد الخسائر اللي تمت خلال الفترة اللي فاتت. أنا بس هقول إن البؤر الإرهابية اللي تم تدميرها خلال هذا الشهر برضو 150 بؤرة إرهابية. شوفوا الإرهاب اللي بيتعمل في سيناء الهدف منه إن الأرض دي ما تبقاش أرضنا بصراحة كده. وعشان كده الحرب اللي احنا بناخدها هناك مش بس فيها الجيش والشرطة، لا،
كمان اهالي سينا زي ما هم حاربوا مع الجيش في الحروب السابقه للحفاظ على سينا، هم النهارده كمان بتحملهم بالظروف الصعبه اللي هم بيعيشوا فيها، بعدم خوفهم من الرسائل ومن التحذيرات ومن الاعمال اللي بتتم ضد بعض ابنائهم، هم مشاركين معانا مره ثالثه في استعاده سينا. وانا عايز اقول ان النتائج اللي تحققت فيما يخص سينا والامن والاستقرار فيها ضخمه جدا. وافتكروا ان من اكتر من سنتين حجم الاعداد اللي كانت موجوده وحجم النشاط اللي كان موجود في سينا كان قد ايه؟ وافتكروا ان كانت الناس بتتحرك زي ما عايزه وبتعمل التكفيريين والارهابيين بيتحركوا ويعملوا اللي هم عايزينه هناك. النهارده احنا استطعنا ان احنا نفصل حقيقة وبالتقليل حجم الانفاق اللي كان موجود بين على حدودنا مع القطاع مش اقل من 80% او 90%. النهارده صحيح احنا بنكتشف انفاق على مسافه اكتر من الكيلو ونص و2 كيلو يمكن يصل ل 3 كيلو، لكن غير العدد اللي كان موجود قبل كده. ده كان اول اجراء احنا عملناه في استعاده سينا. المنطقه العازله اللي اتعملت رغم ان حجم احنا وصلنا الكيلو دلوقتي، خلصنا 500 ودخلنا خلصنا ال 500 التانيين، بقى في كيلو ارض فاضيه ما فيش فيها انفاق بين رفح وبين بين القطع. فمهم قوي ان نبقى متاكدين ان الجهود اللي بتبذل دي الهدف منها الامن والاستقرار، وده كل يوم بنحقق فيه نجاح اكتر. النهارده الجهد، واسمحوا لي ان انا اوجه التحيه برضو لاهالينا في سينا وخاصه في العريش وشمال سينا، الجهد اللي اتعمل وجنوب سينا ان هم اعلان التحدي والوقوف ضد الجماعات التكفيريه والارهاب اللي موجود، لا ده امر، دي رسالة قوية جدا، لأن هي على الأقل رسالة معنوية بتقول لن نقبل ولن نستمر بالطريقة ديت. فأنا بحييهم وبقول لهم إحنا متحركين بخطة طموحة، وهو مش كلام. وخلال الفترة القادمة هيعلن عن التنفيذ الفعلي، مش الدراسات. إحنا تقريبا خلصنا كل الدراسات الخاصة بتنمية وتطوير سينا، لكن احنا هنتكلم المرة القادمة ان شاء الله على بدء اطلاق مجموعة من المشروعات اللي تقدر تخلي في عمل حقيقي وفي تنمية حقيقية في سينا. خطوة خطوة كبيرة، لكن هتبقى ليها تأثير كبير قوي على مكافحة الارهاب في سينا وتنمية واحساس لاشقائنا واهلنا في سينا بان في اهتمام حقيقي لهم ولأوضاعهم. مواجهة الإرهاب هي مواجهة الحقيقة مش أمنية فقط، هي مواجهة شاملة بتعتمد على إن إحنا نحارب أو نكافح الفقر ونكافح الجهل، ويبقى في عندنا خطاب مستنير وخطاب ديني مجدد يتعامل مع الأفكار المغلوطة والمشوشة. واسمحوا لي اقول لكم في هذا الاطار، الجهود اللي بتبذل في هذا في تجديد الخطاب الديني حتى الان مش قد التحدي اللي موجود. احنا بنقول ان مؤسسه الازهر بتقوم بهذا الدور ومعاها رجال الدين المستنيرين وكمان المفكرين المصريين عشان نقدر فعلا نجفف منابع الإرهاب وفعلا نوجد بيئة ثقافية ودينية صحيحة. الجهد اللي مبذول حتى الآن الحقيقة
مش كفاية. وإحنا النهاردة بنتكلم يعني بعد 10 شهور، ومحتاجين إن إحنا في هذا الملف نتحرك فيه بسرعة أكتر من كده وبفاعلية أكبر من كده، لأن النتائج بتاعته زي ما أنتم شايفين مش بس في مصر، في كل العالم. احنا كده اتكلمنا عن النقطتين، الفساد، واتكلمنا عن الارهاب، ويبقى الجهاز الاداري للدوله. وده مشكله معقده جدا جدا، لانها مرتبطه بحياه اكتر من 6.5 مليون مصري بيعملوا في هذا القطاع، وراهم اسر، وفي كلام كتير انا بسمعه سواء كان موجود في وسائل الإعلام أو كان موجود في وسائل الإعلام المسموعة أو المقروءة، يعني لإجراءات في هذا الاتجاه. بقول إن تصويب ملف الجهاز الإداري وأداؤه مش ممكن تكلمني النهاردة بعد أكتر من 30 سنة على ترهل هذا الجهاز وضعف مستواه، سواء كان في الأداء أو في التأهيل والتقييم بتاعه، وأقدر في خلال سنة أو اتنين أو حتى تلاتة نقدر نحقق نتيجة كويسة فيه. الملف ده احنا متحركين فيه، وفي قوانين بتتجهز وشغالة لهذا الموضوع، لكن عشان أكون صادق معاكم، هي برضو لازم تكون إرادة مشتركة بيننا وبين بعض. مش معقول يكون عندنا الحجم الكبير ده بيعمل في الدولة وأدائنا كدولة احنا مش راضيين عنه، كلنا مش راضيين عنه. ده معناه ان احنا اقول ايه، غير ان الدولة تنظم ده وترتبه، لكن كمان في دور علينا احنا كناس موجودين بنشتغل، عددنا كتير، يا ترى بنعرقل بعددنا ولا ممكن ننظم العمل بحيث ان الاداء يبقى اعظم من كده بكتير، وتبقى العدد اللي موجود ده رغم ان احنا حريصين على ان هو لا يمس عشان حياة الناس وأسرهم، لكن هنقدر نقدم بإرادة، بإخلاص، باستعداد حقيقي، أداء أفضل كتير من ده، وما يبقاش النهاردة كلامنا كلنا على أن الجهاز الإداري للدولة عقبة في طريق تقدم مصر. في تهنئة السينا قلت أن احنا هتكلم معاكم أو هتحدث إليكم عن سينا. احنا متحركين بخطة طموحة، وهو مش كلام. وخلال الفترة القادمة هيعلن عن التنفيذ الفعلي، مش الدراسات. احنا تقريبا خلصنا كل الدراسات الخاصة بتنمية وتطوير سينا، لكن احنا هنتكلم المرة القادمة ان شاء الله على بدء اطلاق مجموعة من المشروعات اللي تقدر تخلي في عمل حقيقي وفي تنمية حقيقية في سيناء. خطوة خطوة كبيرة، لكن هتبقى ليها تأثير كبير قوي على مكافحة الإرهاب في سيناء، وتنمية وإحساس لأشقائنا وأهلنا في سيناء بأن في اهتمام حقيقي لهم ولأوضاعهم. مش عايز أقول سيناء فقط، وعايز أقول أن لا، إحنا برضو بنتكلم على مشروعات تطلق في المنطقة الغربية ومشروعات تطلق في المنطقة الجنوبية. بقول كده ليه؟ حتى لا يعتقد البعض منا ان احنا نتيجة الارهاب اللي موجود في سيناء احنا بنهتم بسيناء بس، لكن بقية الجمهورية والاطراف اللي انا بتكلم عليها في المنطقة الغربية او الجنوبية، لا، احنا حريصين على ان احنا يبقى في قدر من التنمية والتطور او التطوير في كل الاتجاهات الاخرى. زي بقول ده مش ان شاء الله الشهر القادم نطلق هذه المشروعات. احنا بنتكلم على مشاريع للثروه السمكيه او للاستزراع السمكي، بنتكلم على مشروعات صناعيه، وبنتكلم على مشروعات زراعيه. وزي ما اتكلمت وقلت ان المليون فدان مش مستهدف منهم ان احنا نقدم لمصر مليون فدان قابلين للزراعه، احنا بنتكلم على
تقديم مجتمع عمراني متكامل. وهي دي القضية اللي يعني اللي مسببة بالنسبة لنا مش مشكلة، ازاي نوجد لها حل. نفس الكلام عايزين نعمله في سيناء قبل ما اسيبها، احنا عايزين نعمل مجتمع عمراني بدل ما موجودة القبائل متفرقة بشكل يسبب عزلة ليهم ويسبب عدم القدرة ان احنا نقدم لهم الخدمات اللازمة. بنتكلم على ان احنا من غير ما نأثر على العادات والتقاليد اللي بنحترمها لأهالينا، ان احنا نعمل مجتمعات عمرانية متكاملة في على المناطق الصالحة في سيناء. التحديات الداخلية اللي احنا اتكلمنا عنها لا تنفصل عن الوضع الإقليمي، الأوضاع في منطقتنا، في قوة وفي تيارات وفي دول بتحاول تفرض أجندتها وبتأثر على أمننا القومي. وعشان كده احنا بنقول وبنأكد ان الأمن القومي المصري جزء من الأمن القومي العربي، لا يتجزأ وما يتجزأوش عن بعض، الاثنين حاجة واحدة. وخلال برضو هذا الشهر مجلس الدفاع الوطني انعقد وتم اتخاذ قرار بتمديد فترة المشاركة بالقوى الجوية والقوى البحرية مع أشقائنا في الخليج. من غير كلام كتير، على الصعيد الأفريقي احنا الحقيقة مصر بتستعيد مكانتها كل يوم أفضل من الأيام أو من اللي قبل منه. كان عندنا مشكلة، كنا تراجعنا كتير، تراجعت مصر بمكانتها بعلاقتها مع أشقائها في القارة الأفريقية. الحمد لله خلال الفترة اللي فاتت ويمكن شفنا مع أشقائنا في أثيوبيا والاتفاق الإطار اللي تم توقيعه بيننا وبين مصر وأثيوبيا والسودان، وده خطوة كانت في إطار يعكس السياسة المصرية اللي تهدف إلى الانفتاح والتعاون والتنسيق مع كل دول العالم، وطبعا على الصعيد الأفريقي. وزي ما بقول احنا نجحنا بشكل كبير ولسه، والمؤتمر القمة الأفريقي اللي هيعقد في جنوب أفريقيا إن شاء الله خلال يونيو القادم احنا هنشارك فيه في إطار العلاقة القوية وفي إطار الاستراتيجية والتحرك المصري تجاه أشقائنا في أفريقيا. التحديات الداخلية اللي احنا اتكلمنا عنها لا تنفصل عن الوضع الإقليمي، الأوضاع في منطقتنا، في قوة وفي تيارات وفي دول بتحاول تفرض أجندتها وبتأثر على أمننا القومي. وعشان كده احنا بنقول وبنأكد ان الأمن القومي المصري جزء من الأمن القومي العربي، لا يتجزأ وما يتجزأوش عن بعض، الاثنين حاجة واحدة. وخلال برضو هذا الشهر مجلس الدفاع الوطني انعقد وتم اتخاذ قرار بتمديد فترة المشاركة بالقوى الجوية والقوى البحرية مع أشقائنا في الخليج. من غير كلام كتير، على الصعيد الأفريقي احنا الحقيقة مصر بتستعيد مكانتها كل يوم أفضل من الأيام أو من اللي قبل منه. كان عندنا مشكلة، كنا تراجعنا كتير، تراجعت مصر بمكانتها بعلاقتها مع أشقائها في القارة الأفريقية. الحمد لله خلال الفترة اللي فاتت ويمكن شفنا مع أشقائنا في أثيوبيا والاتفاق الإطار اللي تم توقيعه
بيننا وبين مصر وأثيوبيا والسودان، وده خطوة كانت في إطار يعكس السياسة المصرية اللي تهدف إلى الانفتاح والتعاون والتنسيق مع كل دول العالم، وطبعا على الصعيد الأفريقي. وزي ما بقول احنا نجحنا بشكل كبير ولسه، والمؤتمر القمة الأفريقي اللي هيعقد في جنوب أفريقيا إن شاء الله خلال يونيو القادم احنا هنشارك فيه في إطار العلاقة القوية وفي إطار الاستراتيجية والتحرك المصري تجاه أشقائنا في أفريقيا. اسمحوا لي ان انا اتكلم معاكم عن الانجازات والامال، الانجازات اللي تم تنفيذها خلال او حتى الان. احنا بقى لنا تقريبا 10 شهور، ده الشهر ال 11. فيما يخص قناه السويس، احنا انهينا طبقا للمخطط اللي موجود، ويمكن كنا متقدمين عنه شويه، 100% من أعمال الحفر الجاف، 100% من أعمال الحفر الجاف. وشغالين دلوقتي في أعمال التكريك، حوالي 39-40 كراكة عملاقة شغالة في قناة السويس عشان أو في المجرى الجديد عشان يتم الانتهاء منه في الوقت المحدد. احنا فوق 1.7 مليون متر مكعب من الرمال المشبعة بالمياه بيتم تكريكها يوميا، عشان زي ما بقول كده ان احنا الوقت اللي احنا قلنا فيه ان احنا هنفتتح قناة السويس في ان شاء الله في 6 اغسطس القادم، احنا هيكون ده تحقق، وهنشارك كلنا المصريين وهنحتفل بهذه المناسبة. وبالمناسبة في دول كتير احنا وجهنا لهم، رؤساء دول وجهنا لهم ان هم يشاركونا في هذا الانجاز العظيم، مش لمصر بس، ده إنجاز لمصر وكمان للعالم كله. النهاردة يبقى الحركة في قناة السويس لأول مرة في تاريخها حركة في وقت واحد لقافلتين بيعبروا دون توقف. ففي أغسطس القادم هنكون بنحتفل بهذه المناسبة. بجانب ده في هنفتتح برضو ما يعني مزارع للاستزراع السمكي في منطقتين. انا بتكلم هنا يعني في اطار ان احنا بنتكلم عن قناه السويس، على احواض الترسيب اللي موجوده شرق قناه السويس دي بتجهز النهارده بحيث انها في شهر 8 القادم ان شاء الله يكون عندنا أحواض استزراع سمكي موجودة في هذه في أحواض الترسيب. ثم كمان مشروع آخر أنا بتكلم هنا برضو إنجاز هيكون خاص ببحيرة البردويل ومزارع سمكية في هذه المنطقة. في مزارع سمكية أخرى على البحر المتوسط برضو بيتم تنفيذها، لكن أنا بتكلم على قناة السويس وما تحوي. في نفس الوقت بيتم هيكون المرحلة الأولى من المدينة الإسماعيلية الجديدة. وبالمناسبة أنا وصلتني تعليقات وقالوا يعني إحنا ليه مسمين الإسماعيلية الجديدة، نسميها حاجة تانية. فأنا بس بقول إن ده أمر يعني في ناس تكلمت معايا فيه وقالوا إن في الإسماعيلية القديمة، فخلاص يبقى الإسماعيلية ونقول حاجة تانية. أنا موضوع ممكن نفكر فيه وندرسه ونشوف ايه اللي ممكن يتعمل فيه يعني. طيب في نفس الوقت احنا شغالين برضو في موضوع الاستزراع والاستصلاح للمليون فدان، والكلام في المليون فدان كتير. بقول تاني وارجو ان الناس اللي بتتحدث في هذا الموضوع تنتبه او تتوقف امام كلامي. لو كانت الفكرة ان انا ادي اوزع على المستثمرين ارض فاضيه واقول لهم خدوا يلا،
احنا ممكن الكلام ده في خلال ايام واسابيع قليله نكون وزعنا مليون فدان. ومش ده المستهدف. ده المستهدف ان احنا بنقول يعني احنا واخدين الطريق الصعب. الطريق الصعب بيقول ايه؟ الطريق الصعب ان انا عايز اعمل مجتمع عمراني متكامل على المليون فدان الاولانيين دول. وان وفقنا في ده ونجحنا في ده هنخش على المليون الفدان الثانيه. هنا بقى انا بتكلم ايه؟ التجربه السابقه في مجال الاستصلاح الزراعي ما كانتش مريحه. يعني يعني خصصت اراضي كتير ولكن كان في اشكاليات كتير نتائجها في الاخر ان اتوضع اتقال ان احنا تعاقدنا على 600 الف فدان اكتر شويه اقل شويه. لكن لما جينا بعد سنين طويله بنشوف الواقع الفعلي لحجم الاستزراع قد ايه؟ لقينا رقم متواضع جدا. انا مش عايز اقوله عشان يعني مش عايز اقول الرقم الحقيقه. رقم متواضع جدا يعني ما يجيش حتى سدس اللي تم تخصيصه من اكتر من 10 سنوات. طب ما اللي احنا بنتكلم فيه ايه؟ احنا بنتكلم النهارده ان بنتكلم على ان احنا لو قلنا واطلقنا المليون فدان يبقى لازم هتشوفوا مجتمع عمراني متكامل بالكتير للمليون فدان في سنتين. يعني اراضي تتسوى، ابار تحفر، وسائل ري حديثه تتحط، مساكن تتبني، كل ما مستلزمات المجتمع اللي احنا بنامل ان احنا نعمله. يعني مش عايزيننا نحلم ونقول ان احنا زي ما بيقولوا كده الريف الامريكي والريف البريطاني والريف الفرنسي، هنقول الريف المصري الجديد لان الريف المصري موجود زي الفل في الدلتا وفي الصعيد، لكن عايزين نعمل ريف مصري جديد بالطريقه دي. فهو مجتمع عمراني متكامل قاعدين ندرس من كل الوجوه، لكن واحنا بندرس شغالين. ايوه ازاي؟ النهارده بنتكلم ان على الاقل في هيكون تم حفر 1000 بير من 4000. المليون فدان محتاجين تقريبا 4000 بير. احنا ممكن نقول دلوقتي ان 1000 بير منهم هيكونوا خلصانين منتهيين تماما خلال 3-4 شهور بالكتير. عشان كده جينا قلنا ايه؟ طيب ما بدل ما احنا ننتظر ده كله الدراسات دي، طب ما نعمل تجربه ونموذج في الفرافره الجديده. وخدنا 10000 فدان تم تجهيزهم كاملا بالابار بوسائل الري، وقلنا نعمل ننشئ المجتمع العمراني الجديد ونشوفه ونقدمه لحضراتكم. واحنا شغالين في نفس الوقت بدراسه ازاي نقدر نكمل ال 4000 بير في خلال المده الزمنيه اللي احنا بنتكلم عليها للمشروع، وكمان نقدر ازاي نعمل المجتمع العمراني اللي احنا بنتكلم عليه اللي هو مجتمع زراعي متكامل على المليون فدان، وان شاء الله نجحنا بيه نخش على او نتحرك في اتجاه المليون الثاني. هتكلم عن المؤتمر الاقتصادي. واحنا الحقيقه المؤتمر الاقتصادي كان انعكاس حقيقي لمكانه مصر واهتمام العالم كله بمصر وباستقرارها وبالاستثمار فيها. واتعملت وقعت اتفاقيات كثيره خلال ومذكرات تفاهم وطرحت مشاريع كتير. وطبعا برضو الموضوع ده محل اهتمامنا كلنا. اتعملت اليه لمتابعه كل اللي تم الحديث عنه في المؤتمر الاقتصادي على مستوى الرئاسه وعلى مستوى مجلس الوزراء. وانا لما بقول ان انا مهتم وبتابع الموضوع ده بشكل شخصي لا اقلل ابدا من عمل الاخرين، لكن لان احنا عايزين نقول المشروع ده وقعنا عليه نفضل متحركين لغايه لما هذا المشروع ياخد طريقه ويتنفذ على الواقع، لانه كل خطوه بنخطوها بانجاز على الارض ده نجاح لينا كلنا. خلال الفتره اللي فاتت او الشهر اللي فات كان انا حسيت ان في يعني عدم راحه و
يمكن ارتباك كمان شوية فيما يخص المشروعات اللي تم الإعلان عنها زي مشروع العاصمة الإدارية الجديدة. وتقال كلام كتير، يا ترى ده معمول لمين؟ طب خلوني أكلمكم بمنتهى الصراحة كده، مشروعات البنية الأساسية اللي اتعملت في مصر بيشارك في عملها الآن ما يقرب من مليون إنسان، مليون عامل يعني. المليون عامل دول مش على الاقل مش اقل من 4 لـ5 فرد هو مسؤول عنهم. يعني النهارده المليون دول هيبقى ورا منهم 4 5 مليون بيعيشوا. فالفكره مش ان انا بعمل حاجه اقول ايه انا عملت مسكن للمحدود الدخل، لا طبعا. انت عايز تعمل مجموعه مشروعات واستثمارات في كل الدوله المصريه، كل الناس تستفيد منها، كل الناس تستفيد منها. يعني هل النهارده لما هيكون في العاصمه الاداريه الجديده اللي احنا بنتكلم عليها، هي مش هيبقى فيها اماكن للاعاشه ومحلات وللبيع والشراء ومطاعم وخدمات بتقدم لكل القائمين في هذه العاصمه؟ هل ده اللي هيشتغل فيها مين؟ هيشتغل فيها كل الناس، كل المستويات. فبس انا عايز اقول النقطه دي يعني نخلي بالنا منها عشان ما نلخبطش نفسينا وما نديش رساله للغلبان او البسيط ان احنا مش واخدين بالنا منه. اللي بيتعمل ما بيتعملش عشان حد بعينه، ده بيتعمل عشان الفئه المصريين اللي هي اللي محتاجه اكتر. الغني مش محتاج مننا حاجة، الغني مش محتاج مننا ان احنا نعمل له حاجة، هو مرضي بقدراته وبغناه. لكن اللي احنا بنجري عليه ان احنا بنوفر عمل، بنوفر فرص عمل للي هو الاقل الانسان البسيط يعني. وزي ما بقول فقط في مجال البنية الاساسية بيعمل الان مش اقل من 1000 شركة. هو قناة السويس 90% من اللي بيشتغل فيها من شمال سيناء. من منين؟ من شمال، من سيناء كلها شغالين في كل المهام اللي بتتعمل هناك، المحاجر اللي بتطلع الدبش عشان تكسيه القناه كلها اللي شغالين فيها اهالي سيناء، الرمل، الاسمنت اللي بيتنقل، عمليات الحفر اللي تمت الجاف، كل ده وحتى الان مين اللي بيقوم بيها؟ انا بتكلم على ان الشغل اللي بيتعمل في مجال البنيه الاساسيه والاسكان بيستهدف ان احنا نقدر على مدى 3 4 سنين شغل متواصل، ومش بس 3 4 سنين، لان مصر ما شاء الله بتزيد وعددها 90 مليون عايزين قد كده 10 مرات، فالشغل مش هيتوقف. وارجو ان احنا ننتبه للكلام عشان ما نديش رسائل تقلق البسيط، لا، في كل الشغل اللي بيقدم، كل المشروعات اللي بتتعمل الهدف هنا كده. ما دام اتكلمنا على المشروعات بنتكلم كمان ان احنا في اتجاه، مش اتجاه بقى، في جهد بيتبذل وبيتنظم عشان المشروعات الصغيره والمتوسطه اطلقت، لكن لسه الناس ما شافتهاش. يعني تم التحرك فيها لكن لسه الناس ما شافتهاش. خلال برضو ان شاء الله الايام القليله القادمه هنرى جهد على هذا الصعيد. هتكلم ما دام اتكلمت على المشروعات المتوسطه والصغيره، اكلمكم باختصار قوي. على فكره احنا كنا اتكلمنا على ان مهم قوي ان احنا صناعه الاساس في مصر في دمياط تحديدا تاخد دفعه كبيره. فالنهارده بنفكر، ومش بنفكر بس، بنفكر ومتحركين على ان احنا نعمل مدينه على 350 فدان، مساحه كبيره جدا، نعمل عليها حاجه أول مرة نعملها بشكل متكامل، مش معمولة بتخطيط أفراد، لا، ده تخطيط دولة. وحتى التجهيزات الخاصة بيها احنا قلنا ان احنا هننسق مع الشركات العالمية في إيطاليا وفي غيره عشان نجيب ننمط المعدات اللي هنجيبها للمصانع، ودي مصانع متوسطة. لما نعمل 500 مصنع متوسط في دمياط بشكل موحد بقدرات هائلة، بمكاتب تصميمات، بكل ما تستلزمه صناعة الأساس الحديثة في مصر، أنا بتكلم هنا على دمياط، النتيجة إيه؟ هنقدر كمان نعمل إجراءات
انتاج ضخم جدا سواء كان داخل مصر او للتصدير في الخارج. باختصار العمل في مجال ان احنا نعمل مشروعات صغيره ومتوسطه ده احنا متحركين فيه كويس قوي. وبرضو بقول خلال الشهر القادم هنكون بنتكلم على طرح اللي انا كنت اتكلمت عليكم من معاكم فيه قبل كده وقلت ان احنا عاملين منافذ بيع متنقله بشكل محترم للشباب عشان كمان المشكله اللي احنا بنقول فيها ان منافذ البيع اللي احنا محتاجين نكترها وتبقى بتبيع باسعار مناسبه تتحقق. في 500 عربيه احنا جهزناهم بالفعل وهم جاهزين دلوقتي ان احنا يتم دفعهم للشباب عشان تبقى احد المشروعات اللي احنا شغالين فيها وحاجات على هذا الصعيد بشكل كبير. زي ما اتكلمت على المشروعات دي اسمحوا لي ان انا اكلمكم على الجهد اللي بتعمله الدوله في مجال الاسكان. ما يقرب من 200، انا بتكلم على فتره العشر شهور او السنه فقط، تم تسليم ما يقرب من 64 او 70 الف وحده سكنيه بالفعل خلال العشر شهور اللي فاتوا. واحنا بنشتغل عشان ننجز برضو خلال السنه دي حوالي 174 الف وحده اخرى. انا بتكلم هنا على الحكومه، اداء الحكومه، ما بتكلمتش ابدا على شركات واستثمارات خاصه في مجال التشييد والبناء. انا بتكلم الدوله بتتكلم 240 الف وحده سكنيه، 240 الف وحده سكنيه خلال هذا العام. ان شاء الله هنكون سلمنا حوالي 70 الف وحده وان شاء الله ال 170 الف التانيين يكونوا خلصوا خلال هذا العام. ده في مجال الاسكان. ما دام اتكلمنا على الاسكان طب نتكلم على التكلفه الماليه. ما هو الكلام ده بيتكلف مبالغ ماليه ضخمه. اللي احنا بنتكلم فيه ده فوق ال 35 مليار جنيه تكلفه ال 240 الف وحده سكنيه، فوق ال 35 مليار جنيه. ده بيتعمل لكل الناس، لكل الناس عشان نساهم في حل مشكله الاسكان للشباب. في هذا المجال، في مجال الاسكان انا بتكلم، احنا بنتحرك وهنتحرك اكتر من كده كمان لان المطلوب كتير قوي قوي. بعد ما اتكلمت على الاسكان اسمحوا لي اكلمكم على شبكه الطرق القوميه. وبرضو كتير مننا بيقول يعني هو النهارده احنا ما كناش رفعنا كفاءة الطرق القديمة وبعدين نبقى نفكر في طرق جديدة. هي وجهة نظر، لكن شبكة الطرق القومية اتعملت في اطار اهداف كتير جدا، منها واحد ان احنا في مناطق كتير في الجمهورية ما كانتش بيسهل الوصول اليها الا من خلال مناورة على طرق بشكل كبير. يعني طريق بدل ما نروح ل مدينة معينة أو منطقة معينة في الجمهورية في ساعتين ناخد ثلاث ساعات لأن احنا بناخد طريق تاني المتاح ساعتها. فتعاملت شبكة الطرق القومية عشان تسهل ان احنا الدولة المصرية تبقى أكثر اتصالا ببعضها البعض، مناطق استثمار جديدة تسهل الوصول إليها كمان. واحنا بنتكلم على طرق بنتكلم على فرص عمل للشركات القائمة، الناس القائمين بالفعل على هذه الطرق. الحقيقة احنا كنا قايلين ان احنا في اغسطس ده هنكون خلصنا 3200 كيلو. المراجعة للمشروعات اللي ما تحقق حتى الآن يعني يصل الى حتى حوالي 45%. وانا بقول ان احنا لازم نبذل جهد اكتر عشان ننهي هذه المشروعات في التوقيت المحدد. ودي كل القائمين على الطرق سواء كان في القوات المسلحه او في اجهزه الدوله زي هيئه الطرق ووزاره النقل، من فضلكم 6/8 او شهر 8 عشان برضو نكون منصفين معاكم، لان انتم عقبال ما يعني استلمتم الطرق وخدتم اكتر من شهر يعني الاماكن بتاعتها، فنقول خلال شهر 8 نكون انجزنا ال 100% من
شبكه الطرق القوميه اللي احنا وعدنا الناس بيها. خلي بالكم ان من ضمن شبكه الطرق دي هو الطريق الدائري الاقليمي. الطريق الدائري الاقليمي وده 400 كيلو لوحده، وده هيتيح لينا بدل ما بنتكلم عشان الناس تبقى برضو عارفه ليه احنا بنتحرك في هذا المجال. لما نتكلم على دوله وعايزين نسهل الحركه فيها من العاصمه للمحافظات الاخرى او من المحافظات الاخرى مع بعضها البعض، الطريق الدائري الاقليمي ده بيربط اكتر من 20 محافظه مع بعضها البعض. حاجه تانية خالص، ده ان شاء الله برضو هيكون خلال شهر اغسطس تم انجاز ال 400 كيلو دول اللي كان مخطط انه يخلص في 5 سنوات. اسمحوا لي برضه هتكلم معاكم على القرى الاكثر احتياجا. والحقيقه احنا عدد القرى اللي في مصر اكثر من 4500 قريه، وانا كنت تكلمت في هذا الموضوع من فتره يعني. اتعملت دراسه، ومش احنا اللي عملناها، الدراسه دي معموله قبل كده خلال السنوات اللي فاتت، طلع منهم اكثر من 1100 قريه او 1200 قريه هم الاكثر احتياجا، اللي هم المفروض ياخدوا أسبقية أولى في الاهتمام الحكومة. طيب القرية تقريبا تتكلف قد إيه؟ القرية تقريبا تتكلف علشان نعمل الصرف الصحي اللي موجود فيها، وإذا كنا نرفع كفاءة الطرق اللي موجودة، مفيش طرق يعني، لكن الطرق اللي احنا ممكن نحطها في القرية ديت، تقريبا المتوسط من 40 ل 50 مليون. 40 ل 50 مليون. طيب احنا جبنا اتحركنا في هذا الاتجاه وجبنا مبادرتين للشباب اللي هم اسمعون في امل، وجبنا كمان منظمات المجتمع المدني اللي بتعمل في هذا الاتجاه، والتقينا بيهم مرتين. عشان ايه؟ عشان نستطيع ان احنا بدل ما ال 1100 قريه دول ما ياخدوا سنوات قبيلة كثيرة طبقا للتخطيط وطبقا للمتاح من موازنة لهم، ان احنا نتحرك بالتنسيق مع المبادرتين اللي انا حكيت لحضراتكم عليهم اللي هم امل واسمعونا او في امل واسمعونا، وكمان مع المنظمات المجتمع المدني. وبنتكلم على ان احنا نخلص خلال الاربع شهور القادمين دول نكون خلصنا 100 قرية. وعشان كده اتحط من صندوق تحيا مصر، وانا خصصت من صندوق تحيا مصر 500 مليون جنيه لصالح هذا المشروع. لما دخلت منظمات المجتمع المدني لقيتها انها بتعمل في هذه القرى و يعني بتشتغل على البيوت اللي هي اكثر احتياجا قوي جوه القرى دي، فانا قلت لهم لا احنا عايزين نتوسع وناخد نسب اكتر من كده من اللي انتوا بتعملوها، ونعمل 100 قريه. ومش بس كده، كنا اتكلمنا على ان احنا نفكر كمان في، انا بتكلم هنا بقى في البيوت الاكثر احتياجا داخل هذه القرى. طب نقدر نوفر لهم شكل من اشكال الاساس ده، احنا هنتحركين فيه، وخلال الشهر ده ان شاء الله اللي جاي يعني نكون بتشوفوا انتوا اول قافله من هذا الاساس للقرى اللي تم، أو للبيوت اللي تم رفع كفائتها. بالمناسبة ديت، قبل إن شاء الله ما رمضان يبدأ هكون بنوزع 10,000 رأس ماشية في القرى، أو مش بقى في القرى الأكثر احتياجا، للأسر الأكثر احتياجا في هذه القرى. هتكلم برضو باختصار عن الجهود اللي بتبذل في مجال حل مسألة الطاقة وتحديدا الكهرباء. في فجوة ضخمة أو في فجوة كبيرة بين اللي بيتم إنتاجه وبين اللي احنا محتاجينه، وده اللي خلانا شعرنا خلال الشهور اللي فاتت أو الصيف اللي فات وحتى اللي قبله إن كان في مشكلة كهرباء، إن إحنا كنا محتاجين نتحرك وبسرعة. وعشان كده اتعملت خطة عاجلة
لتوفير مش اقل من 3600 ميجا عشان يدخلوا على الشبكه، يقللوا بنسبه كبيره جدا احساسنا ب بانقطاع الكهرباء. بس انا هكلمكم على الكهرباء بشكل موسع شويه. احنا التخطيط اللي بنعمله دلوقتي مش الهدف منه ان احنا بس نسد، يعني مش نقلل فتره الانقطاع، لا، احنا بنتكلم على ان احنا محتاجين طاقه تحل مساله انقطاع الطاقه بصفه على مستوى الجمهوريه بالكامل بشكل حاسم ونهائي، لكن كمان نوفر طاقه كهربيه. احنا بنتكلم على استثمار وبنقول للمستثمرين تعالوا احنا عندنا فرص استثمار في مصر. طب ما هو من ضمن الحاجات اللي المستثمر جاي محتاجها انه يجد طاقه، يا هو يجيبها يا اما الطاقه دي تبقى موجوده بالفعل عندنا. اتحركنا على عده محاور، منها الخطه العاجله اللي هي توفير 3600 ميجا خلال، تنتهي توفيرها في اغسطس القادم عشان بس تبقى الامور واضحه. ولكن على نهايه السنه هيكون تقريبا اضفنا كمان 3000، يعني حوالي 3600 دول هيبقوا تقريبا 6.5 او 6500 ميجا، وده معناها ان المساله اتحلت بنسبه اكتر من 90% خالص. انا بتكلم على نهايه السنه، يبقى 3600 خلال هذا الصيف. هذا الصيف امتى عشان نكون واضحين؟ حتى اغسطس القادم. ثم على نهايه بقى ديسمبر ان شاء الله هيكون تم اضافه 3000 ميجا تانيين. واحنا شغالين في الخطه العاجله، احنا شغالين في خطه طموحه جدا، وانا اتكلمت عليها قبل كده. وباختصار شديد احنا بنتكلم على الثلاث محطات، كل محطه 4400 ميجا، بنستهدف ان احنا بنضغط ضغط فوق التصور عشان يخلصوا في خلال سنتين، لان ده امر يعني لم يكن له مثيل من قبل في مجال هذا العمل. يعني احنا كده بنتكلم في 14200 ميجا، وزي ما قلت قبل كده برضو دول تقريبا نص اللي اتعمل للكهرباء خلال السنين اللي فاتت. معاهم رفع كفاءة الشبكة، معاهم خطة لمحطات السيطرة والتحكم على الكهرباء. احنا بنتكلم على ده وبنقول يا ترى احنا شغالين في هذا الملف في ظروف طبيعية، ولا في ناس جوانا ومعانا بتحاول ان هي تعرقلنا، تأذينا، تتعبنا. لا، للأسف احنا معانا ناس بتحاول ان هي تعمل اللي انا بقول عليه ده كله، لكن احنا متحركين ومصرين وان شاء الله هننجح، ان شاء الله هننجح. طبعا برضو ما كنتش بحب اتكلم دايما على حاجة بعينها، لكن بقول للناس التلفزيون المصري سواء كان قطاع عام للدولة او خاص، ده يعني أمن قومي مصري، لا يجوز ولا يسمح ولا يقبل ولا يتم التهاون للناس اللي مش واخدة بالها إن يعني إيه البث يتوقف مش 20 و30 دقيقة، لا يتوقف دقيقة واحدة. ده بقول ده أمن قومي مصر، أمن القوم المصري، ده محط الإذاعة والتلفزيون، ده أمن قومي مصري. وأرجو الإجراءات الخاصة بالوقوف عن أسباب اللي حصل ده تعرض بالإجراء اللي تم في مواجهته. في قطاع البترول حجم الاتفاقيات اللي تم إبرامها خلال العشر شهور دول 56 اتفاقية، 56 اتفاقية. حجم الاستثمارات اللي هيتم ضخها في هذا المجال أكتر من 30 مليار دولار. 2020 هيكون حجم الإنفاق 18 مليار دولار. أنا بقول أرقام بسرعة كده عشان أأكد إن إحنا بنحقق نجاح ونجاح كويس. النجاح ده يطمنكم على إن إحنا
الامال اللي احنا بنقول عليها هتتحقق بفضل الله، هتتحقق بس هتاخد وقتها. هديكم مثال صغير في مثلا مجال من مجالات العمل في الكهرباء. كان احد الاشكالات اللي بتقابلنا مش بس نقص الغاز اللي موجود، لا، قوة ضخ الغاز لكفاءة التشغيل لمصانع السماد ومحطات الكهرباء وكلام من هذا القبيل. كان عشان انا مش هقول تفاصيل لان التفاصيل خطيرة جدا انها تتعرف بصراحة بقى، لكن عايز اقول لكم الترتيبات اللي اتعملت لحل هذه المسألة انا عايز اقول لكم ضخمة جدا جدا، سواء كان فنيا او ماديا، عشان نقدر نقول ان احنا بنحقق نجاح في هذا الصعيد. انا بقول لكم مش عايز اقول تفاصيل ليه كتير بصراحة، لان في اهل شر موجودين مجال ما بنشاور لهم على فين الخير يروحوا عشان يخلوه شر ويأذونا بيه، وانا قلت الكلام ده قبل كده. لكن على سبيل المثال النهارده احنا كنا بنتكلم على الفساد. هو النهارده لما تكون الانبوبه البوتاجاز الدوله بتوفرها برقم وتتباع هي بعشر اضعافه، ما هو ده فساد. ليه؟ لان في عامل بشري داخل فيه. لكن لو انا قدرت ادخل الغاز للمساكن انا حيدت العامل البشري، بقت النهارده الغاز جاي من الشبكه للبيت، مفيش مجال لده. كان بيتعمل قبل كده ما يقرب من 400,000 مسكن في السنه، اتزادوا لاكثر من 800,000 خلال العشر شهور دول او السنه دي يعني. وبطلب من الحكومه ان هي خلال الخطه الجديده ان العدد ده يصل لمليون و200 الف. ده معناه ايه؟ معناه ان انا بزيل الفساد عن استهلاك مليون اسره او مليون و200 اسره في مجال البوتاجاز، ويبقى الدعم المخصص لهذا القطاع بيصل لمين؟ لمستحقيه طبقا لتخطيط الدوله. ما بيخش يعني ما حدش اخر بيستغله ويستفاد منه. كل ما هقدر واتحرك بسرعه في مجال، انا جبت حاجه صغيره خالص اللي هي توصيل الغاز للبيوت، بيوت الناس، ده بيرحمه ان هو ياخد انبوبه ينزل يجيبها، او ان هو كمان يدفع فيها اكتر من الرقم المخصص او المحدد ليه بواسطه الدوله. بالاضافه لكده احنا بنتكلم على مشروعات للبتروكيماويات لوزاره البترول بتعملها، وكلامنا مع وزاره البترول بيصب ده معناه ايه؟ معناه استثمارات، معناه فرص عمل، معناه ناتج محلي، معناه ناتج محلي. فلكن الفكره كلها ان احنا المصريين عشان نشعر بده ونشوفه، لما تلاقونا بنفتتح يعني ده انا بقول لهم المشروع الاجراءات الاداريه والفنيه اللي خاصه بالدراسات والمناقصات وكده تاخد سنوات، واحنا بنحاول نختزل الوقت ونضغطه عشان نقدر نحقق اللي احنا عايزينه في اسرع وقت ممكن دون الاخلال بالمواصفات اللي احنا عايزين نعمل بيها المشروعات بتاعتنا. هنيجي على منافذ توزيع السلع الاساسيه والمنتجات، ودي احنا اتكلمنا برضو فيها قبل كده خلال الشهور اللي فاتت الحقيقة، وبنقول ان احنا عشان نعمل منظومة متكاملة من طرق نتحرك عليها، من منافذ بيع يتم التوزيع من خلالها، عشان المواطن يقدر ياخد السلعة بالتمن المناسب اللي هو اللي هي تكلفتها زائد هامش ربح مناسب للقائمين على العمل، احنا بنتكلم دخل 20,000 منفذ لوزارة التموين بيدخل في هذا العمل تحت اشراف وزاره التموين. بيتعمل 4,000 منفذ اخر بالتنسيق بين وزاره التموين وبين القوات المسلحه. انا كنت قلت لكم ان في المشروعات المتوسطه 500 عربيه مجهزه بتلاجه عشان تبقى منافذ بيع متحركه. كل اللي بيتعمل ده الهدف منه في الاخر ايه؟ ان انا افتح مشروعات للناس، وكمان اقدر اقدم خدمه
في تكلفة مالية مناسبة للسلع اللي بيتم تقديمها أو بيعها للمواطنين، كل المواطنين. خلال إن شاء الله الفترة اللي جاية، أنا مش عايز أتكلم على رمضان، وإحنا المفروض نعمل ده مش دلوقتي بس ومش عشان رمضان بس، إحنا المفروض نعمل ده على مدار السنة بالكامل، تبقى الأسعار أسعار مناسبة على مدار العام بالكامل. بطمنكم على الاحتياطيات الخاصة بالقمح والسكر، دي ما فيش فيها مشكلة خالص، وموجودة بنسب في 1.6 مليون طن سكر، في أكتر من 800 ألف طن قمح يكفونا على الأقل لمدة 4-5 شهور قادمين. أنا عايز أقول ببساطة أن في هذا المجال الأمور فيه ماشية بالشكل اللي احنا كدولة بتتحرك فيه، لكن عملية ضبط الأسعار لسه ما عملناش كل الإجراءات اللازمة كمنافذ وكآلية لتوزيع وبيع هذه المنتجات، ثم كمان الأجهزة الرقابية ونشاطها لضبط الأسعار محتاجين جهد أكبر من كده وأكثر حزما وحسما عن اللي احنا بنتحرك بيه. بمناسبة الصحة، أنا كنت قلت التقيت ببعض المنظمات برضو، فالتقيت ببعض الشركات العاملة في مجال الفيروس، إنتاج الأدوية الفيروسي. الدولة بتقوم حاليا بعلاج نسبة من على مدار السنة. أنا طلبت منهم وقلت لهم إن إحنا للشركات ديت، وهم دلوقتي سامعيني بقول لهم المعدلات اللي احنا ماشيين بيها، انا مش بتكلم على الحكومه، انا بتكلم على شركات انتاج الدواء اللي هو لعلاج الفيروسي. بصراحه انا محتاج من هذه الشركات، وده ملوش علاقه بتعاقد الحكومه معاكم، انا عايز اخد من هذه الشركات ان امكن مليون علاج سنويا، مليون علاج سنويا، يعني مليون جرعة تعالج مليون شخص سنويا بتكلفة مالية غير اللي انتم بتقدموه للناس، لان احنا بالمعدلات اللي احنا ماشيين بيها الحقيقة مش دي اللي احنا بنتمناها. والحقيقة انا عايز احط نسبة كبيرة من المليون دول للشباب. عشان ايه للشباب؟ لان لو انا النهاردة قدرت اعالج شاب من الفيروس، طاقة هذا الشاب وآماله ومستقبله كله بالكامل بيتغير كله. فأنا بقول للشركات ديت من فضلكم، أنا قلت لو هم ادوني رقم كويس أنا نتعاقد معاهم كدولة، وده ملوش علاقة بتعاقد وزارة الصحة الحالي، رغم أن هم في تخفيض حقيقي قدم لمصر، لكن أنا بتكلم على حاجة أكتر من كده، بقول بتكلم على مليون بالإضافة للي خدته أو اتعاقد عليه وزارة الصحة. دول هيتاخدوا عشان إذا كان عندي ملايين من الناس مريضة بالفيروس سي، بحلم وهم بيحلموا معايا إن احنا ننهي المرض ده في مصر. فيا ترى مستعدين ولا عايز مليون جرعة للفيروس سي بتكلفة مالية غير التكلفة المالية اللي انتوا بتبيعوا بيها داخل مصر؟ اسمحوا لي في نهاية هذا اللقاء ان انا اتوجه لكم جميعا لكل المصريين بالشكر والتقدير والتهنئة بالاحتفالات عيد العمال وعيد تحرير سينا. ولازم قبل ما اختم كلمتي اقول لكم ان احنا ماشيين وماشيين كويس. تحديات كتير ما فيش كلام، لكن كمان الجهد المبذول جهد كبير، ومطلوب مننا كلنا بصراحه بقى ان احنا كمان نبذل اكتر من كده ونضغط على نفسنا اكتر من كده ونصبر اكتر من كده، وما حدش يعني ما حدش ابدا ينال من عزيمتنا ولا من معنوياتنا
بقول مره تانيه احنا ماشيين كويس ولسه وهتشوفوا بفضل الله سبحانه وتعالى. لكن كمان احنا محتاجين كلنا مع بعض. وانا قلت الكلمه دي في اللقاء مع في مسرح الجلاء خلال من 10 ايام تقريبا، لما قلت ان احنا محتاجين نخلي بالنا من كلامنا من سلوكياتنا، ونخلي بالنا من ما يقدم للناس. وهقول حاجه ما كنتش يعني اتقال كده، وده انا هقولها بقى واضحه، اتقال ان احنا بنقدم برامج يعني كده عشان الرئاسة عايزه كده. انا عايز اقدم غير احلى قيم في الدنيا واحسن خلق في الدنيا؟ ازاي بقى؟ لا طبعا. وكلامه انا بقوله هو عشان يبقى واضح للناس، هو وجه بكلمكم بيه، وجه انا بتكلم بيه، محدش بوجه الاعلام. وبقول لكم تاني، لا ان كنت انا اذا كنت انتم يعني اللي انا هقوله هتعملوه، انا عايز اقدم قيم ومبادئ وخلق حسن واحترام، كل حاجه، كل حاجه حلوه، مش حاجه تانية. ف مره تانيه التحيه والتقدير ليكم، ولازم تكونوا متاكدين ان كل الخير للمصريين والمصر بفضل الله سبحانه وتعالى. ومره تانيه شكرا، وتحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وكل عام وانتم بخير.